بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي مع بعض ميتينج 6 اللي فيه شابتر 16، آخر شابتر عندنا في المنهج، بيتكلم على البرايفسي والسيكيورتي اند اسكس. فآخر شابتر عندنا رقم 16 بيتكلم على ثلاث حاجات: الليرنينج اوبجكت بتاعتنا او الاوتكمز بتاعتنا، ايدنتيفاي ذا موست سيجنيفيكانت كونسيرنز for effective implementation of computer technology. ايه هي اهم الحاجات اللي بتعمل لنا قلق في تعاملنا مع الكمبيوتر. Discuss the primary privacy issues of accuracy, property and access. عايزين نفهم يعني ايه البرايفسي، والبرايفسي من جواها في تلات حاجات مهمين: الاكيوراسي والبروبرتي والاكسس. فاحنا عايزين نتعرف يعني ايه الكلمات دي، فده اللي احنا هناخده النهاردة. Describe the impact بتاع ال large database وال private network وال internet وال web على ال privacy. عايزين نشوف تأثير ال data الكتير اللي بتتلم كل يوم من على الانترنت، الشبكات ال network الخاصة او الشبكات العامة على الانترنت، كل ده تأثيره ايه على ال privacy. ده عايزين نشوفه النهاردة. Discuss online identity and the major law on privacy. عايزين نعرف يعني ايه ان الواحد يبقى متواجد فعليا على الانترنت، وبقى نقول ان دي شخصيته الحقيقية، وهل في قوانين بتنظم الموضوع ده ولا لا، وتأثيرها على البرايفسي. البرايفسي اللي هي الخصوصية، احنا بنتكلم على الخصوصية يعني. Discuss the cyber crimes types including creation of malicious programs. عايزين نشوف الجرائم الإلكترونية بما فيها ان الواحد يعمل برامج بتعمل تأثير سيء على الكمبيوتر، وبالتالي بتحاول ان هي تمسح البيانات او تغير فيها. Discuss the computer ethics including copyright law, software privacy and digital rights management. عايزين نشوف الاخلاقيات بتاعت الكمبيوتر بما فيها حقوق الطبع وحقوق الملكية والطبع الغير قانوني للسوفت وير، اللي هو السطو على السوفت وير، سوفت وير بارسي، وديجيتال رايتس مانجمنت، ازاي نعالج الحاجات دي. كل الكلام ده في محاضرة النهاردة. ففي اول حاجة بيتكلم على البيبول. As we have discussed, information system consists of 6 حاجات. اول محاضرة في المنهج ده كان بيتكلم على الانفورميشن سيستم، وكان بيقول ان احنا عندنا 6 حاجات بتكون ما يسمى بنظام المعلومات. فالانفورميشن سيستم ده اللي هو فيه 6 حاجات، كان فيه بيبول نمره 1، بروسيديورز، سوفت وير، هارد وير، داتا اند انترنت، وناقشناهم بالتفصيل في شابتر 1. فبقول لك الشابتر ده بقى احنا هنمسك البيبول والذين دول. يبقى while most everyone agrees that technology has had a very positive impact on people, it is important to recognize the negative or potentially negative impacts as well. هو بيقول لك احنا كلنا عارفين تأثير التكنولوجيا العظيم على حياة الإنسان وتأثيرها الإيجابي، لكن برضو من المهم ان احنا نلقي الضوء على الآثار السلبية، والآثار السلبية دي بتأثر ازاي على البيبول وعلى الناس كلها. فبيتكلم على البيبول، بيقول لك effective implementation of computer technology involve maximizing positive effect while minimizing negative effects. يبقى انت عشان تستخدم التكنولوجيا كويس، ونقول ان انت effective implementation للتكنولوجي، ان انت بتستخدمها بطريقة مميزة وسليمة، فانت بتحاول تعظم من الجوانب الإيجابية لهذه التكنولوجيا وتقلل من الجوانب السلبية لهذه التكنولوجيا. طيب ايه الـ most significant concerns؟ ايه بقى القلق جاي منين؟ يعني احنا بنقلق منين؟ بنقلق من 3 كلمات: privacy, security and ethics. يعني ايه الثلاث كلمات؟ privacy معناها what are the threats to personal privacy and how can we protect ourselves. ازاي نمنع الناس ان هي تنتحل شخصيتنا او تقتحم خصوصيتنا. البرايفسي هي الخصوصية. فبقول لك ايه هي التهديدات اللي بتهدد الخصوصية بتاع حضرتك، وازاي نحمي نفسنا منها.
تاني حاجة security اللي هي أمن البيانات. How can access to sensitive information be controlled؟ البيانات الحساسة ازاي ما نخليش اي حد يوصل لها، ازاي الاكسس ليها ما يبقاش عشوائي كده لاي حد، لا ده يبقى بيه under control، فانا لازم اعمل control على المعلومات الحساسة. تمام. And how can we secure hardware and software؟ فعايزين بقى نأمن الهاردوير والسوفتوير. ثالث كلمة الاسكس اللي هي الأخلاقيات بقى. How do the actions of individual users and companies affect society؟ ما الأخلاقيات دي هتيجي منين؟ من الـ individual users أو الـ company اللي عندها الداتا زي ما هنشوف كمان شوية. يبقى دول الثلاث كلمات اللي احنا قلقانين بالنسبة لهم، البرايفسي اللي هي الخصوصية، السكيورتي أمن المعلومات ومين اللي يوصل للمعلومات، والإيثكس اللي هي أخلاقيات المهنة. هنمسك بقى كل واحدة بالتفصيل الممل ونتكلم عليها. برايفسي اللي هي الخصوصية. Technology makes it possible to collect and use data of all kind including information about people. يبقى التكنولوجيا دلوقتي عمالة تلم داتا عن الناس كلها، الويب سايت اللي انت بتزورها، الستورز وير يو شوب، كل حاجة بتلم بيانات عن حضرتك. يبقى البرايفسي concerns the collection and use of data about individuals. يبقى عندنا كده البرايفسي حاجة مهمة، لكن مع الأسف الناس بتلم بيانات عنك عشان تعرف انت بتفكر ازاي واتجاهاتك ايه، سواء اتجاهاتك في البيع والشراء، سواء اتجاهاتك السياسية، سواء اتجاهات اي حاجة، عشان عايز يلم معلومات عنك. 3 primary privacy issues، عندنا ثلاث حاجات في هذا الخصوص، الاكيوريسي والبروبيريتي والاكسس. يعني ايه accuracy؟ related to the responsibility of those who collect data to ensure that the data is correct. يبقى الناس اللي بتلم البيانات دي هتجيب بيانات سليمة عنك ولا لا. تمام. افرض انت مثلا يا سيدي مراقب من قبل مراتك، تمام، فالراجل اللي بيراقبك ده عشان يروح يبلغ مراتك هيقول لها معلومات سليمه ولا مش سليمه، لان لو قال لها معلومات مش سليمه هتطين عشتك. فده مثال يعني ان المعلومات اللي بتتلم دي اصلا دقيقه ولا غير دقيقه. ثاني حاجه البروبيرتي، مين اللي ليه حق امتلاك هذه المعلومات، ريليتد تو هو اونز الداتا، مين اللي عنده البيانات دي وليه حق الاطلاع عليها. يبقى بياناتك اللي في البنوك وحساباتك اللي بالمليارات دي، تمام، عايزين نعرفها مين بقى ليه حق ان هو يبقى عنده الداتا دي ويطلع عليها. دي نقطة في البرايفسي. Access related to responsibility of those who have data to control and able to use that data. مين ليه حق ان هو يوصل للمعلومة دي، تمام، ويتعامل معاها. دي نقطة مهم. يبقى التلات حاجات دول في البرايفسي. بنتكلم على نقطة تانية هي اللارج داتابيز. زي ما قلنا قبل كده ان كل وسائل التواصل الاجتماعي بتلم عن حضرتك بياناتك وبتتعامل بيها بطريقة مش كويسة زي ما نشوف في السلايد اللي قدامنا دي. Large organizations are constantly compiling information about us. Every day data is gathered about us and stored in large database. يبقى الشركات الكبيرة باستمرار عمالة تلم معلومات عننا وتحطها تستور كمان، معناها بتسجلها في قواعد بيانات ضخمة جدا. This ever growing volume of data is often called big data. يبقى احنا تعرضنا في الشابتر اللي فات وقلنا ان احنا بقى عندنا حاجة اسمها big data، وبقى في عندنا علم جديد اسمه داتا ساينس والتنقيب عن البيانات، وشفنا ان الداتا اللي قدامنا دي ما بقتش بقى ايه 100 مليون واحد بتوع مصر هندور فيهم، لا ده احنا بنتكلم على داتا بالمليارات، تمام، وبتتغير كل شويه. A vast industry of data gatherers known as information reseller. يا ولود الذين، ده بقى في صناعه جديده قائمه على البيانات اللي بتتلم دي، بقى اسم الصناعة دي إعادة بيع المعلومات. يبقى أنا هلم معلومات عن الشعب المصري وأشوف اتجاهاته إيه
الاستهلاكية وبيعها للشركات اللي ايه بتبيع مثلا المنتج المعين ده، فيبقوا عارفين هو بيحب ايه، وبالتالي يصمموا الحاجات اللي هو عايزها. انفورميشن بروكرز بقى عندنا وسطاء للمعلومات، سماسرة للمعلومات now exist that collect analyze and sell such personal data. يبقى بقى في دلوقتي بقى في exist دلوقتي مين؟ information brokers، تمام، اللي بيلم collect وanalyze، يحلل وبعدين يبيع such personal data. information reseller create electronic profile، ده هم بيعملوا لك بقى electronic profile لكل شخص or highly detailed and personalized description of individuals. بقى حضرتك عندك اي سايت من دول بتدخله، تمام، بقى بيلم عندك الداتا بتاعتك دي ويعمل لك الكترونيك بروفايل، تمام. طيب تعالى بقى كده حضرتك معايا، ادخل معايا على جوجل من الجهاز بتاعك واكتب history.google.com. اكتب ايه؟ اكتب history دوت جوجل دوت كوم او ماي اكتيفيتي دوت جوجل دوت كوم. اكتب اهو معايا، تمام، ماي اكتيفيتي دوت جوجل دوت كوم على الجهاز بتاعك، هيطلع لك الصفحة الظريفة دي، تمام. ده بيقول لك ايه، انت عندك جيميل وربطه بالموبايل بتاعك. طب يا استاذنا الموبايل بتاعك شغال اندرويد وماركة هواي، ولو دوست كده هقول لك انت فين الموبايل بتاعك دلوقتي ومين الاسماء اللي عليه ومين التكست اللي عليه وانت عملت فيه ايه واتفرجت فيه على ايه، تمام. وهقول لك دلوقتي في 5 تايمز انت عملت كذا، رحت لصفحة اسمها بي اتش بي الساعة 10:43 من على جهاز الكمبيوتر وعملت كلير سكرين سيرش وعملت مش عارف ايه من على الجهاز ودخلت على اليوتيوب اتفرجت على مسرحية ودخلت على مش عارف ايه اتفرجت على ايه ودخلت على النيوز وشفت الكورونا في المغرب، ويا نهار ابيض ده ايه ده بالتاريخ والساعة، ده الساعة كذا لعبت على البازل دي والساعة كام رحت على الواتساب ماسنجر، تمام، والساعة كذا فتحت كذا. مين اللي قال له يلم البيانات دي؟ مين انت قلت له يلم البيانات دي؟ لا ما قلتلوش، تمام. فكل الاكتيفيتي اللي انت عملتها بقى في الكترونيك بروفايل، تمام، زي ما قلنا في المحاضرة هنا. These profiles can reveal more than you might wish and this can raise many important issues. يبقى دي بقى اصلا بيلم بيانات انت اصلا ما كنتش تتوقع ان هو بيلمها وممكن تعمل لك مصايب. Collecting public but personally identified information, spreading information without personal consent, spreading inaccurate information. ممكن كمان يوزع المعلومات بقى دي، تمام، وانت ما تكونش تحب ان المعلومات دي حد يطلع عليها. طيب برضو البرايفسي فيها ايه بقى؟ فيها البرايفت نتورك، انت جوه شركة many organization monitor employee email. ايميل يعني انت عندك ايميل في الشركة، الايميل ده مراقب منين؟ من الشركة اللي انت فيها. and computer files، وكمان الكمبيوتر فايلز بتاعتك كلها متراقبة منين؟ من الشركة اللي انت شغال فيها. using special software بنسميه employee monitoring software. يبقى عندنا برامج بتعمل monitoring للامبلوي، هي يعني برامج تجسس من الاخر. طب برامج التجسس دي مسموح بيها يعني ان هي تتباع كده؟ لا، ما احنا هنحطها بقى ايه في مسمى ظريف، هنقول لك امبلوي مونيتورنج سوفت وير، بقى كده ما بقتش تجسس، بقى برنامج واتش يور كيدز، راقب اطفالك لحسن يعملوا مشكلة وهي اصلا لا ليها دعوة بالكيدز ولا حاجة، ده اصلا احنا ايه بنراقب حضرتك انت، تمام، بس نحط لك في مسمى ظريف كده عشان ايه القوانين ما تقولش ان احنا بنتجسس، يا بيه ده انا بريء ده انا براقب الكيدز، تمام. These programs record everything you do on the computer. كل حاجة بتعملها على الكمبيوتر بتبقى متراقبة. أنا كنت مدير برنامج اسمه MIS على مستوى الجامعات المصرية، وكان من الشاشة بتاعة الكمبيوتر بتاعي شايف كل
موظف في كل جامعة من جامعات مصر بيعمل ايه، تمام، وايه الحاجات اللي هو بيعملها واللغز اللي بيعملها. فدي حضرتك بقت حاجة مهمة. رأيي الشخصي، لو حضرتك يعني عايز رأيي الشخصي في الامبلوي مونيتورنج سوفت وير، صراحة انا موافق عليه معايا، لان انا بشوف موظفين بيقعدوا يلعبوا جيمز اونلاين معايا، وواحد متابع لي محمد صلاح اونلاين ومش عارف ماتش ايه اونلاين، تمام. فحضرتك الحاجات دي فعلا لو انت عايز تاخد شغل من الناس فيبقى لازم فعلا تراقبهم عشان يشتغلوا. طيب في نقطة تانية بقى، لو انت مش على برايفت نتورك، لو انت مش في الشركة الداخلية بتاعتك دي، لو انت على النت الكبيرة بقى، على الانترنت بقى، most people don't concern about privacy when sending email on the internet or browser. ناس كتير لا تعنيها السكيورتي، تمام، والخصوصية لما بتيجي تبعت ايميل، مش فاهم هو بيعمل ايه يعني. As long as they use their own computers and have the choice to reveal their personal information, they think that little can be done to invade their personal privacy. هم فاكرين يعني ادام هو قاعد على الكمبيوتر بتاعه، تمام، ومش بيستخدم كمبيوتر عام في مكتبة ولا في سايبر ولا حاجة، فهو كده يعني محمي يعني، تمام. فالإكسبرت call this the illusion of anonymity. Anonymity معناها illusion of anonymity معناها ان هو بيفاكر ان محدش هيكتشف شخصيته، تمام، وده طبعا حاجة غلط جدا. illusion of anonymity ده معناها وهم ان انت محدش هيكتشف شخصيتك، فانت عايش الوهم يعني. when you browse the web، لما حضرتك بتدخل بتعمل براوزنج للويب، your browser، البراوزر بتاعك انت اللي على جهازك انت، store critical information into your hard disk. ده انت مش الشركة الأجنبية اللي انت شغال فيها بتتجسس عليك، ده انت جهازك يا محترم بيتجسس عليك، تمام. this information which contains record about your internet activity include the history file، تمام، history file. طب انا اروح اهو، ادي البراوزر بتاعي وادي المنيو اللي هنا دي، فالمنيو دي عندك history هنا، تمام، history بيقول لي ده انت دخلت اهو يا ابن الذين، ده انت دخلت تحمل الماتلاب ودورت على الماتلاب ورحت على اونلاين مصر بتشوف اجهزة محمول ودخلت على الفيسبوك، يخرب بيته ده الراجل جاب لي حاجات بالتفصيل الممل، تمام. غير كده بقى temporary internet files، يبقى هنا في الهيستوري فايل which include اللوكيشن والادرسز والسايت اللي حضرتك recently visited. كمان عندنا ايه temporary internet file او بنسميها براوزر كاش، هتلاقيها على الهارد ديسك بتاعك فولدر اسمه temporary internet file، ولو الانترنت بتاعك بطيء اعرف ان الفولدر ده بقى مليان زيادة عن اللزوم فروح امسحه، تمام. contain الويب بيج content and an structure for displaying this content. يعني ايه، تمام، يعني ايه براوزر كاش دي؟ خلينا دلوقتي انت عايز تدخل على جريدة الجمهورية، تمام، فانت لما بتدخل الجريدة بيطلع لك اللوجو فوق بتاع الجريدة والترويسة اللي فوق دي، تمام، والقائمة بتاعت الموقع على ايدك اليمين مثلا فيها بقى ايه اخبار الفن، اخبار الحوادث، اخبار البطاطس كده مثلا، تمام. فحضرتك لو انت دلوقتي بتدخل على الموقع ده كل يوم، فهل انت لما بتدوس النهاردة على ان انت عايز تروح موقع جريدة الجمهورية هو فعلا لحظيا بيروح يتوصل بالسيرفر ويجيبها؟ لأ، لان هو لو بيخليك تستنى على ما يتوصل بالسيرفر هتحس ان الشاشة قدامك فاضية وان هو خد وقت طويل، فبالتالي يحصل لك نوع من ان انت تحس بالملل ان انت الجهاز ده بطيء. طب هو بيعمل ايه؟ بيروح يجيب من جهازك انت من التمبرال انترنت فايلز اللي كنت زرتها قبل كده، بيجيب لك الترويسة ويجيب لك الجوانب بتاعت القوائم، تمام، والشكل العام، على ما يكون حمل الداتا الداخلية اللي فيها بقى تاريخ النهاردة وفيها أخبار النهاردة،
فالحته الصغيره دي الكام ثانيه دول بنسميهم براوزر كاش. معايا؟ معناه ان هو جاب لك من الكاش لحد ما يحمل ويجيب لك بقيه المعلومات الطازه بتاعت النهارده. فكل بقى الكاش ده حضرتك فين؟ متسجل على الهارد ديسك بتاعك. يبقى انت لو سبت جهازك، انا ادخل دلوقتي على التمبرال انترنت فايلز واشوف كل السايت اللي انت زرتها من ساعة ما ابتديت تتعامل مع الكمبيوتر، الا اذا كنت حذفتها زي ما قلنا وفضيت الفولدر. طيب ايه تاني؟ قال لي ده في بقى مأساة تانية اسمها كوكيز. تمام؟ Another way your web activity can be monitored is with cookies. طب ايه الكوكيز ده؟ Cookies are small data file. ده فايل صغير. اذا الهاكرز بقى والميليشيس كود تحاول تاخد الفايل الصغير ده بسرعه جدا من جهازك، ادام هو صغير ومش هياخد وقت في التحميل. طب هو الهارد ديسك ده فيه الكوكيز ده فيه ايه؟ That are deposited on your hard disk from website you have visited. Cookies are harmless in themselves. الكوكيز نفسه ده مش بيأذي لوحده. But they can store information about you, your preferences and your browsing habits. يبقى الكوكيز دي كفايل صغير كده مش بيأذي جهازك ولا حاجة. لكن في معلومات مهمة. فهو بيقول لك هنا ممكن تكون المعلومات دي عن أفضلياتك في زيارة المواقع، إيه طريقة عملك، لكن أكتر حاجة مهمة إن الكوكيز دي بيتسجل فيها الباسورد بتاعتك. لما حضرتك بتيجي تدخل الباسورد بتاعت أي موقع بتزوره مهم ويقول لك أحفظ لك الباسورد دي على جهازك ولا لأ، وأنت طبعا للسهولة بتقول له احفظ لي عشان المرة الجاية مش هقعد بقى أكتبها من جديد. فهو بيحفظها فين؟ بيحفظها في الكوكيز دي. يبقى الكوكيز دي بقى فيها الباسورد بتاع كل حاجة انت بتعملها. اكتر من كده، لو انت بتتعامل مع الانترنت عشان تعمل اونلاين شوبينج، تمام، ودخلت بيانات الكريدت كارد بتاعك، فانت كده بقت الباسورد والكريدت كارد وكل البيانات متسجلة فين؟ في الكوكيز. عشان كده الناس الهاكرز اهم حاجة عنده ان هو تملي ايه، يوصل للكوكيز فايل بتاعك ده. يبقى type of cookies عندنا first party cookies generated and then read only by the website you are currently visiting. لكن a third party cookie اللي بنسميه tracking cookie is usually generated by an advertising company، شركات دعاية وإعلان، that is affiliated with the website you are currently visiting. أنت بتزور موقع وهو متعاقد مع شركة تلم البيانات عن حضرتك. These cookies are used by advertising company to keep track. Keep track يعني ماشية معاك بقى في كل اللي بتعمله. Of your web activity. شوف بتعمل انت ايه. As you move from one site to next هي ماشية معاك وبتتفرج انت بتعمل ايه، وبالتالي بتعرف اتجاهاتك نحو سلع معينة، نحو آراء سياسية معينة عشان تتخذ بها بيانات ضد. كل ده في البرايفسي. فاحنا داخلين بقى على اخر حاجة، انترنت والويب. تمام؟ Several other threats، تهديدات اخرى كثيرة، could potentially violated your privacy. بقى ممكن تأثر تأثير جامد جدا على انتهاك خصوصية حضرتك. Such as الويب bugs، يبقى which are invisible image or HTML code hidden within a web page or email message. يبقى انت فتحت email attachment كان في صورة مخفية او كود HTML مخفي بيعمل ايه؟ can be used to transmit information without your knowledge. هي transmit information بتاعت ايه؟ ياخد الكوكيز اللي عندك من غير استئذان ويبعتها للشركة. تاني حاجة spy ware. spy ware دي ايه؟ are programs designed to secretly record and report an individual activities on the internet. يبقى برامج مصممة ان هي في السكرتة كده ايه، تسجل
وتريبورت الاكتيفيتي بتاعتك على الانترنت. طب بيشتغلوا ازاي بقى السباي وير دي؟ وخلي بالك they run in the background and are invisible to the average user. يبقى بيشتغلوا في خلفية جهازك. في خلفية جهازك ازاي؟ بص البرنامج ابن اللذينة ده keystroke logger، ده حضرتك برنامج لو انا نزلته على جهازك بيسجل لي كل ضغطة على الكيبورد بتاعتك، تمام؟ فانا بعد كده اروح اخد ايه؟ اخد الفايل ده اللي تسجل فيه انت دوست على انهي حروف. فاكيد بقى لما انا الاقيك ان انت كتبت مثلا جيميل وبعدها حاجة، يبقى الحاجة دي هي الباسورد بتاع الايميل. لما اجي دخلت على الاي باي وبعدها رقم، يبقى اكيد الرقم ده بتاع ايه؟ بتاع الكريدت كارد بتاعك اللي انت دخلت بيه. فبالتالي دي كلمة معنى ايه؟ ان هو بيشتغل في الخلفية، ان هو شغال بيراقبك في الخلفية. فعندنا كمبيوتر مونيتورنج سوفت وير اللي هي زي ما قلنا كده دي اخطر انواع البرمجيات، لكن عندنا الكي ستروك لوجر وده اصلا قديم جدا على فكرة، يعني من سنة من 2000 تقريبا. is a type of computer monitoring software that record every activity and keystroke made on your computer system او على الكيبورد يعني، including credit card number password and email message. بيسجل كل حاجة انت بتعملها. بس صراحة هو كان في عيب زمان ان هو ما كانش بيفهم العربي، فكان بيسجل بس الحروف الانجليزي. معرفش بقى النسخ الجديدة بقت بتفهم ان هو كده بيسجل لغة تانية ويبتدي يسجل العربي ولا لا، لكن هو ما كانش بيسجل غير الانجليزي. طيب بعد كده الانترنت والويب اللي احنا فيها دي، ايه البيست ديفنس بقى اللي احنا نقدر نعمله اجينست السباي وير؟ يبقى الاكسرسايز كوشن وين فيزيتنج نيو ويب سايت. لازم حضرتك تبقى انت عندك كوشن، تبقى انت واخد احتياطاتك تمام لما تزور اي ويب سايت، تمام؟ ما تزورش ويب سايت ايه مجهوله او مشتبه فيها. بي كيرفول وين داونلودنج سوفت وير فروم انون سورس. ما احنا قلنا بقى كده ما ينفعش ان حضرتك تنزل اي برمجيات من اي حته والسلام، او يقول لك ده برنامج مجاني ولا لعبه مجانيه وتقع ايه في الغلط يعني. Use anti-spyware or spy removal programs which are designed to detect and remove various types of privacy threats, for example, advertiser. يبقى كده حضرتك ايه دي الحاجات اللي تقدر تحمي نفسك بيها في الجزئية دي. طيب عندنا بقى online identity، برضو في حاجة بتنتهك الخصوصية هي الاونلاين ايدنتيتي. another aspect of internet privacy comes from online identity the information that people voluntarily post about themselves. يبقى حضرتك انت اللي بتحط بياناتك الشخصيه بنفسك بصوره طوعيه، انت اللي حضرتك بتتطوع وتحط بياناتك الشخصيه الصحيحه. There are any number of cases of people who have lost their jobs on the basis of posts on social networking. في ناس كتير فقدت وظيفهم بالعبط اللي هم بيعملوه ده. وفي سرقات كتير تمت بان انت حضرتك هتطلع على الفيس ان انت عندك عربية لونها كذا وماركتها كذا ومتصور جنبها وكاتب النهاردة يا اخوانا معلش هتأخر عليكم في الشغل لحسن بعت العربية امبارح لإيه لتصلح، وحاطط أرقام تليفوناتك وتليفونات البيت تمام. فيجي واحد يتصل بالتليفون قال له مش انت عربيتك رقم كذا تليفون كذا ونمرتها كذا ولونها كذا وحاططها عند المعلم برعي بيصلح فيها. طب ده هو الراجل كان قافل المحل والعربية خبطت وعربية تانية حرقتها والدنيا، والحق روح بسرعة اشوفها. تروح انت قافل السكه وجاري جاري يكون الراجل ايه طلع على شقتك اللي انت برضو مصورها وحاطط عنوانها وحاطط بياناتها تمام، ويروح سارقها. فانت حطيت بيانات الناس استغلتها. الكلام اللي انا قلته ده حصل في الاردن، ها يعني الكلام ده كلام موجود يعني. طيب خلصنا من البرايفسي، ندخل بقى على مين؟
على تاني جزئية اللي هي السكيورتي. ما احنا قلنا عندنا ايه؟ عندنا برايفسي وسكيورتي وإيثكس، فاحنا دلوقتي دخلنا على السكيورتي. We are all concerned with our personal security. فانت حضرتك عايز تعيش في امان، فحاطط بقى ترابيس على الباب بتاع الشقه، مش سايب الباب مفتوح. What about computer security؟ طب بالنسبه بقى للسكيورتي بتاع الكمبيوتر نعمل ايه؟ Computer hackers، الشريرين دول مالهم؟ Are the persons who try to gain unauthorized access to our computers. عايزين ياخدوا access للبيانات بتاعتنا والكمبيوتر بتاعنا. Or other computers that contain information about us. Security بقى involve protecting individuals، الأشخاص، and the organization، المؤسسات، from theft and danger، من السرقة والأخطار. يبقى الهاكرز ناس عايزة توصل لمعلومات مش من حقها ان هي توصل لها، والسيكيورتي ان احنا ازاي نحمي المؤسسات والافراد من السرقة واخطار الايه الهاكرز دول. كمبيوتر سيكيورتي especially focus on protecting information، يبقى السيكيورتي بصفة عامة نحميكم من السرقة والاخطار، لكن الكمبيوتر سيكيورتي بقى ان هو يحمي ايه؟ يحمي الانفورميشن بس لا، ويحمي الهاردوير بس لا، ويحمي السوفت وير. منين؟ from unauthorized use، من الاستخدام الغير مصرح به. as well as preventing or limiting the damage from intrusion وسبوتش and natural disasters، ويقلل الاخطار المحتمله للهاكرز والديزاستر الطبيعيه اللي هي الكوارث الطبيعيه. طيب ايه السايبر كرايمز بتاعت الكمبيوتر بقى؟ تمام، عندنا قلنا الميليشيس بروجرامز، البرامج الخبيثه، انكلودنج الفيروس، الورم، والتورجن هورسز. الفيروس ده هو برنامج صغير مكتوب علشان يؤذي الداتا بتاعت حضرتك، سواء يغيرها او يمسحها او يسرقها، اي حاجه. والفيروس عنده capability ان هو ينسخ نفسه، تمام؟ فبالتالي لما بيعدي جهاز، الجهاز ده بيبقى مصدر ان هو يتعادى ويعدي الاخرين تانيين. يبقى يقول لك الفلاشة دي عليها فيروس فتعدي لك الجهاز بتاعك، تاخدها تحطها في جهاز تاني تعدي الجهاز التاني. الورمز دي ديدان الانترنت، دي بتمشي بقى مع الايميلات والحاجات دي، تمام؟ وتتولد بالملايين علشان برضو تبطئ الانترنت وتعمل لك دوشة. التورجن هورسز ده بقى حصان طروادة، انت عارف القصة بتاعت اليونانيين زمان لما مش عارف واحد حاول يقتحم القصر، الناس حاولت تقتحم الحصن فما عرفوش، فبنوا حصان كبير جدا، تمام، وسابوه قدام الحصن ومشي. فالناس قالت الله، ده الناس انسحبت ويسحبوا هم الحصان بنفسهم ودخلوه جوه الحصن، وقعدوا بقى يسكروا لحد ما ناموا. فالناس كانت مستخبيه جوه الحصان، فتحوا الحصان ونزلوا فتحوا باب الحصن وايه ودمروهم كلهم. فهو اسمه حصان طرواده. يعني ايه بقى حصان طرواده في الكمبيوتر؟ معناها زي ما الناس اليونانيين دول سحبوا الحصان ودخلوه جوه الحصن بتاعهم وده كان مصيبه عليهم، حضرتك انت اللي بتنزل البرنامج بنفسك اللي فيه ميليشيس كود، تمام، عشان يأذي حضرتك. فتروح تنزل لعبة واللعبة دي فيها مشكلة أمنية، فيروح الجهاز بتاعك مصرخ يقولك انت الآن تحاول تصطيب برنامج غير مصرح بيه وملوش شهادة، فهل توافق؟ فمين اللي بيدوس يوافق؟ الفيروس ولا حضرتك؟ انت اللي بتدوس، تمام؟ يبقى حضرتك انت اللي ايه اللي بتدخل الميليشيس كود للبرنامج والكمبيوتر بتاعك. تاني حاجة دي او اس denial of service، يبقى احد الاخطار ان انا اوقع لك السيرفر بتاعك. denial of service معناها انا هعمل لك شات داون للسيرفر بتاعك. فاحنا نتفق مثلا دلوقتي
ان السيرفر بتاع وزارة الدفاع الإسرائيلية اللي رقم الاي بي بتاعه كذا كذا كذا، كلنا الساعة 12 بالثانية هندخل عليه نزوره. فهو يلاقي ملايين الريكوست اللي بتطلب منه كتالوجات ومش عارف بيانات عشان تعرضها، فما يقدرش يلبي ملايين الطلبات دي في نفس الوقت، فيروح ايه يحصل له denial of service، يحصل له يهنج، تمام، فخرج بره الخدمة. طب انت كده بوظته؟ لا، ده على ما يكتشف المسؤولين عنه انه خرج بره الخدمة ويعملوا له ريستارت ويرجع يشتغل تاني فيها ساعتين ثلاثة، يبقى هو ده كان الهدف، يبقى الهدف كان ايه؟ denial of service. internet scams are scams over the internet usually initiated by email and involving phishing. فيجي لك ايميل مبروك كسبت معنا $60 من شركة مايكروسوفت لان انت بتستخدم منتجاتنا الاصلية ومنزل الويندو الاصلية، يلا دخل لنا بياناتك وارقام تليفوناتك ورقم الباسبور عشان نبعت لك الفلوس، وانت اصلا لعمرك اشتريت منتجات اصلية والنسخة اللي عندك ب10 جنيه، ومع ذلك صدقت الايميل وبعت بياناتك عشان يستخدموها هم في غسيل الاموال ويبهدلوا الدنيا. social networking risk اتكلمنا عليها كتير، تمام، including posting work related circumstances and disclosure of personal information. فانت بقى عندك عمال تحط بيانات personal على السوشيال، ودي قلنا بتستخدم ضدك. Cyber bullying is using internet with cell phones or other devices to send post content intended to hurt another person. الروف واي فاي هوت سبوت ده بقى حضرتك محتاجين فيها وقفة. حضرتك بتبقى مثلا واقف ما عندكش نت، فعمال تدور على واي فاي مجانية، تمام، علشان تدخل من خلالها تبص مثلا على الايميل بتاعك. فانا راجل شرير رحت جيت جنب القهوة اللي انتوا قاعدين فيها وما فيهاش نت دي، ورحت مشغل واي فاي بتاعتي من جوه العربية، تمام، وعملت لكم واي فاي مجانية. فانت دخلت ايه، لقيت شبكة اسمها ميمو اهي، رحت داخل عليها، فهو بيقول لك بقى دخل الباسورد واليوزر نيم بتاع الايميل بتاعك. فانت دخلته و كل البيانات دي اتسجلت عندك، يبقى حضرتك الواي فاي المجانية حذر جدا منها، ان ممكن اصلا يكون حد مشغلها لك عشان ياخد منك البيانات. السيفت بقى ان كلودنج الهاردوير والسوفتوير الناس تسرقها ولا الناس تعمل لها كوبي، تمام، والداتا مانيبيوليشن انفولفينج تشينجينج الداتا او ليفينج برانك مسج. فانت حضرتك changing الداتا، تخيل كده بيانات ناس في البنك وارقام حساباتهم كلها بس ضفنا لها رقم 5 مثلا، فكل ارقام الحسابات اتغيرت، او رصيدك في البنك كله مسحنا منه مثلا 3 اصفار مثلا، تمام، فتلاقي ان الدنيا كلها ايه اتغيرت مجرد بس changing الداتا. طيب السايبر كرايمز دي زي ما قلنا في security عندنا الميليشيس بروجرامز، الميل وير، البرامج الخبيثه are specially designed to damage or disrupt the computer system. A cracker is a computer criminal who creates and distributes malicious program. يبقى عندنا هاكرز وعندنا ايه كراكر، تمام، فالكراكر ده هم كمبيوتر كريمنال، مجرمين بيحاولوا ان هم يدستريبيوت الماليشيس بروجرامز، البرامج الايه الخبيثه. The three most common types of malwares are virus. احنا قلنا الفيروس destructive program attach themselves to program، بتلزق في برنامج تاني او في database that can be alert or delete files، تمسح الفايل او تغير. طب والورم قلنا دي الدودة بتاعت ايه، بتاعت الكمبيوتر، that replicate themselves، بتقعد تعمل كوبي لنفسها كوبي لنفسها كوبي لنفسها causing computer and network operations slow، تفضل الدنيا تبطأ 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 تبطأ، تمام، لحد ما تتوقف. ليه؟ لأنه عمال ينتج من نفسه ملايين الكوبيز. Worm can carry a virus، تمام. We Trojan horse are programs that appear to be harmless، يبان لك إن هي برامج ما بتأذيش، لعبة ولا مش عارف إيه أنت هتنزلها من على النت،
However, they contain malicious program, for example, virus. Trojan horses usually appear as free computer programs, free computer programs that can be downloaded من الانترنت وانت مشكورا بتنزلها بنفسك وتسطبها بنفسك فانت اللي بتأذي نفسك بنفسك. طيب السايبر كرايمز كمان بيقول لك الفيروس والورمز can find their way into the PC through الايميل، يبقى الايميل ده مهم ان احنا نخلي بالنا، ايميل اتاتشمنت اند بروجرامز داونلود فروم الانترنت. زومبي ممكن بقى الكمبيوتر بتاعك بعد ما يتعادى هو يأذي ناس تانية، فيبقى هو ايه زومبي بقى. اذا كمبيوتر انفكتد جاله مصيبة اهو باي ميل وور that allows it to be remotely، بقى هو دلوقتي remotely controlled for malicious purpose، يبقى هو دلوقتي بقى بيعدي ناس تانية. A collection of zombie computers is known as botnet or boot network، لما يجمعوا مع بعض كده. وعندنا بقى انتي فيروس بروجرامز زي سيمانتيك ولا مكافي ولا نورتون بروفايد سيرفيس ذات كيب تراك اند اليرت يوزر لما في فيروس ثريتس بتجيله. يبقى كده وصلنا لتالت حاجه بقى، قلنا برايفسي خلصنا منها، سكيورتي خلصنا منها، فاضل الاسكس الاخلاقيات. The essential element that controls how computers are used is ethics. Ethics are standards of moral اخلاقيات conduct. Computer ethics are guidelines for the morally accepted use of computers in our society. يبقى عندنا في الاسكس دي في عندنا copyright، مين لي حق الداتا دي، is a legal concept that gives content creators the right to control, use and distribute their work. يبقى انا ما ينفعش اعمل سوفت وير وشغلت فيه 500 مبرمج شهرين ثلاثه وتيجي انت تنسخه وتبيعه ببلاش، ولا تنسخه وتبيعه انت بربع ثمنه عشان تكسب فيه. انا كده الكوبي رايت بتاعتي راحت فين؟ materials that can be copyrighted include painting، الرسومات، البوكس، الميوزك، الفيلم، الافلام اللي على النت دي، والفيديو جيمز، وال مين اللي خد حقوق الملكية بتاعتها دي عشان انت هتعملها كوبي. Some users choose to make unauthorized copy of digital media which violate the copyright. يبقى حضرتك ايه كده بتأذي الايه الناس اصحاب الحاجة دي، سواء بقى كانت اي حاجة من اللي احنا قلنا عليها. Software piracy ان هو بقى ايه is an unauthorized copy. يبقى حضرتك كده بتعمل سطو على السوفت وير وبتعمل copy وبدستريبيوت السوفت وير ده. To prevent the copyright violations بنعمل ايه؟ corporation الشركات often use digital rights management DRM digital rights management عشان يقولوا بقى لا دي في حقوق ملكية للحاجة دي ومعمول عليها digital water marking مثلا، water marking دي بتبين ان الحاجة الأصلية دي صاحبها الأصلي فلان وفلان وفلان. وكده يبقى احنا خلصنا شابتر 16 وميتنج 6 وكده المنهج بتاعنا خلص والحمد لله.